السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد من الفيديوهات إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد. من قناة عصافير جنة الأطفال نقدم لكم قصة عيسى عليه السلام. رسوم الأستاذ كريم تولي. عاشت أسرة عمران في أرض فلسطين منذ زمن بعيد، وكان عمران رجلا صالحا تقيا، وكذلك زوجته، وكانت لا تلد، فدعت الله تعالى أن يرزقها ولدا، ونظرت أن تجعله متفرغا للعبادة ولخدمة بيت المقدس. ومرت الشهور وإذا بزوجة عمران تلد بنتا هي مريم، فدعت زوجة عمران أن يحفظ الله مريم وذريتها من الشيطان. أخذت زوجة عمران مريم إلى بيت المقدس لتسلمها لرجال الدين هناك حتى تكون في خدمة الله، وجعل الله كفالتها ورعايتها إلى زكريا عليه السلام، وهو زوج خالتها نبي بني إسرائيل، لتقتبس منه العلم والحكمة. خصص زكريا لمريم مكانا في محراب العبادة لكي تعبد الله، وكانت مريم مثالا للعبادة والتقوى، لذلك أسبغ الله عليها من فضله. فكان زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، فيسألها من أين لك هذا؟ فتقول هو من عند الله. وذات يوم جاء جبريل عليه السلام لمريم وهو في المحراب على صورة بشر، فخافت مريم أن يمسها بسوء، فطمأنها جبريل وأخبرها بأنه رسول من الله، ليهب لمريم غلاما سيكون اسمه المسيح عيسى بن مريم. استغربت مريم من ذلك، فهي لم تتزوج فكيف تنجب؟ قال جبريل: إن الله قادر على كل شيء، وأن ابنها سيكون آية ومعجزة للناس. ثم نفخ جبريل في جيب مريم، والجيب هو شق الثوب الذي يكون في الصدر، فحملت فورا. مرت الأيام واعتزلت مريم الناس، كلما أحست بآلام الوضع ذهبت لمكان بعيد وجلست تحت نخلة وتمنت الموت خوفا مما سيقوله الناس عنها. فلما وضعت الطفل سمعت صوتا يقول لها: ألا تحزني، هزي جذع النخلة ليسقط عليك رطبا جنيا، فتأكل منه وطمأنها بأن الله سوف يتولى الدفاع عنها، وما عليها إلا ألا ترد على أحد إذا كلمها، وتقول إنها نذرت لله صوما. قامت مريم وحملت طفلها وصارت حتى وصلت لقومها، فلما رأوها تحمله قالوا في غضب فلما رأوها تحمله قالوا في غضب: يا مريم، لقد ارتكبت أمرا منكرا، لم نحسبك تفعلي مثل هذا الفعل، ووالدك رجل صالح وأمك امرأة تقية. فأشارت إليه، فتعجب القوم كيف لهم أن يسألوا طفلا صغيرا. هنا تكلم عيسى عليه السلام وقال أنه عبد الله ونبي مبارك إلى بني إسرائيل، وقد أوصاه الله بالصلاة والزكاة والبر بوالدته. بهت القوم ولم يستطيعوا الرد، وخرجت مريم وهي تمشي به في جلال وبط. كبر عيسى ونزل عليه الوحي، وعلمه الله التوراة، وأنزل عليه الإنجيل الذي ظهر دعوة إلى الإيمان بالله والعمل الصالح والبعد عن المعاصي والذنوب، وأظهر الله على يديه المعجزات، فكان يصنع من الطين شكل الطير ثم ينفخ فيه فيصبح طيرا حيا يطير أمام أعين الناس بإذن الله، ويعالج الأكمه وهو أن ولد أعمى فيمسح على عينيه أمامهم فيبصر بإذن الله.
كذلك يعالج الأبرص، وهو مرض يصيب الجلد فيجعل لونه أبيض، فيمسح على جسمه فيعود سليما، ويخبرهم بما يخبئون في بيوتهم وما أعدت لهم زوجاتهم من طعام. وكان عيسى يحيي الموتى بإذن الله. جاء عيسى ليخفف عن بني إسرائيل بإباحة بعض الأمور التي حرمتها التوراة عليهم، فيقابل لهم إلا أن بني إسرائيل مع كل هذه الآيات كفروا به. بدأ الناس يتحدثون عن معجزات عيسى، فخاف أحبار اليهود أن يتبع الناس عيسى فيضيع سلطانهم، فتآمروا عليه وأخذوا يدبرون مكيدة لقتله، فوشوا به لملك البلاد وكان تابعا للروم، وقال له إن عيسى يزعم أنه ملك اليهود ويخطط لسلب الملك منه، فأمر بالبحث عن عيسى ليقتله. خرج الجنود مع أحبار اليهود للبحث عن عيسى لكي يقتلوه، فتوجه الجنود إلى المكان الذي تواجد فيه عيسى وأتباعه، وكان قد دلهم عليه أحد أتباعه. هجم الجنود والأحبار على المكان الذي يتواجد فيه عيسى وأتباعه، وعزموا على قتله وصلبه، فأنقذه الله تعالى من مكيدتهم ومكرهم ورفعه إلى السماء. فأخذ الجنود أحد أصحابه وكان يشبهه جدا، فقتلوه وصلبوه وهم يعتقدون أنه عيسى.